تاني أوريك حاجة، من لم يدع قول الزور مخالفات للعقيدة بتلقاها في رمضان. زول تلقى نايم في الجامع بعد شوية تمغى كده في نوم صايم، تشوف يده في حاجة هنا ضابط له ورقة كبيرة. اها ليه؟ كان سألته يقول لك دي بتجيب الرزق، أو يقول لك دي حراسة تحميني حراسة. شفت كيف؟ واحدين يقول لك من العين. ايوه طيب تسأله سؤال، لما تخش الحمام بتوديها وين؟ تدخلها معاك ولا بتخليها برا؟ يقول لك لا بخليها برا لأنها غراني. يقول لك يا أخي أبغى أخش الحمام بخليها برا. طيب الحرسك في الحمام منو؟ ما هي حراسة، أنت أخذتها برا معناها حارس الحيطة اللي برا ديك لحد ما أنت تجاراجع كويس؟ قال بحرسك جوا الحمام منو؟ يقول لك بحرسني الله. طيب الله ما دام بحرسك جوا الحمام بحرسك برا، ما في داعي ليها. ده بالمنطق كده من غير ما تجيب دليل بس بالمنطق كويس؟ يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال أليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفيك؟ كان دار تدعو تدعوه، والحراسة بحرسك. ربنا قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الحافظ منه؟ الحافظ ده الله. شكا دي ما تعيب رقبتك تربط لك ورقة في العربية، ورقة ما تعرف في الدكان، واحدة ورقة هناك الولادات الصغار رابط لهم ورق، والله ده ما بيعمل لك أي حاجة ولا أي شيء ما بيعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرقى والتمائم والتول شرك. واحد من الناس زول ظريف جدا قال جالي قال واحد ماشي الخلا راكب الحمار بتاعه، قام قال له تفضل، قال له دارب عليك حجاب داك عامل فيها بيع الحجابات. وانا مستغرب زول انت عندك حجاب بتاع رزق تبيع ليه؟ مش حجاب بتاع رزق، حجاباتك دي بس خليها لرقبتك انت خدها في البيت. يومك الداير عربيه جديده طلع واحد، يومك الداير بيت جديد طلع واحد كده شغيله عندك. قال لي ده ربع عليك الحجاب ده، قال لي ليه؟ قال لي انت زول راكب حمارك وشغال في المزارع، المزارع دي فيها ثعابين فيها عقارب بتضربك، ده قايم فيه وقال له بتبيعه ولا ساي؟ وما هو القروش لكن برضه ذكي، بتبيعه ولا ساي؟ قال له ببيعه، قال له لا ما داير انا والله يا، قال له العقارب يا، قال له انا راكب في حماري ده فوق ما بنزل. كان عندك قال له اي حجاب اكتب له الحمار ده، انا ما نازل منه راكب في الحمار ده فوق. قال له يا اخي الحمار ده بيحرسه والله، قال له طيب الله وقت بحرس الحمار ما بيحرسني انا. بمنطق بسيط. عشان كده يا اخواننا شوف انت عشان صيامك ده يكون تمام صيام نظيف، قال من لم يدع قول الزور، الكلام اللي بخرب العقيده. تعرف في ناس عندهم حساسيه مع الكلام ده، يقول لك ايوه المحاضره دي من قبل يا مولانا كانت كويسه ونحن مستفيدين وكده، خلاص جيت نرت اقول لنا ما تنادوا الشيوخ نادوا الله. اي يا اخي انا نبست لي زول يا اخي، الشيوخ درست انا نبستهم؟ قول انا شيخ، انا ما معتبر نفسي شيخ، انا زول طالب ساي، لكن قول انا شيخ، انا ذاتي مع الشيوخ ديل ما تناديني، كلنا انا وديلك كلنا ما تنادينا بس نادي الله. في مشكلة هسه؟ في نبز هنا؟ يقول لك جينا كنا النبز، بس ما بتخلوا نبزكم ده. والله أنا ما نبزت يا زول. لكن كان قلت لك كان رفعت يديك ديل، قول يا الله القوي، في أقوى منه؟ وفي أكرم منه؟ طب ما لا أكرم من الله ولا أقوى منه ولا في زول عنده اللي عند الله ولا في زول عنده حاجة ذاته. البني آدم ما عنده ميش. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عشان كده يا اخواننا الحديث ده عظيم في الصيام. قال من لم يدع قول الزور، أي كلام بخرب العقيدة والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.